وهذا كريستيانو رونالدو كابتن فريق النصر العالمي يقود الفريق الأصفر في المباراة الحقيقية في مباراة التتويج. بينما من جانب الهلال كالعادة النجوم حاضرة بقوة في التشكيلة الهلالية. إذن طاقم التحكيم المغربي رضوان جيد يقود هذا الدور النهائي. 44 عام هو ابن الحكم الفيدرالي المغربي محمد جيد. انطلق المباراة الهلال بألوانه الزرقاء. كرة لعلي البليه. ميتشيل ما يعديش. تصويب غدارة روبن نيفيز البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو روبن نيفيز. كرة كانت مرتدة من الدفاع كاد أن يغالط نواف لاكيدي. عمري مرة أخرى أو خطأ آخر من عمري. هذه كرة لسان الدوسري. كرة جول ونواف. نواف العملاق. نواف مرة أخرى يقدم لنا صورة على عمالقة العرين. أليكسيس في المساعدة. يعدي يوزع مازال تيس رايعة منه ويضيع توازنه. أليكسيس اللي طالب بمخالفة. الرايعة والتماس يعود لنادي النصر. كرة بالراس نواس. التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي لدفاع الزعيم ساميتش. ميشيل ديلغادو. ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول؟ رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء. أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل. سيكو فوفانا ينطلق الآن. هجمة ثانوية. رونالدو على اليسار بجانب ساديو ماني. يلعب مع السنغالي اليوسا رايعة. يا ويس يا محمد يا ويس. ماريان ناير في العرين. لعويس جابها. لعويس يخرج الكرة من الخط النهائي للمرمى. روبن نيفيز ترجع لبرازوفيتش. كرة خطيرة. رونالدو بالراس لكن خارج الإطار. كان في موقف متسلل رونالدو. تاليسكا يتقدم. البرازيلي يراوغ. كرة خيبرة. التسويب لمحمد العويس. عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة. يقتنصها على طول والعويس متصدي. ماني على يساره. تأتي الكرة للسنغالي. ماني يوزع لبرازوفيتش بقصية كرواتية. ضاعت على نجم الكرة برازوفيتش. للمرة الثالثة يأتي من بعيد برازوفيتش على هذه الوضعية. والإكستيس هجومية. رونالدو كريستيانو. التسويب من تاليسكا. آي 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 آي. الحارس محمد العويس. رونالدو يعدي والمخالفة. خاليدو كوليبالي بالورقة. انذار السنغالي خاليدو كوليبالي نجم الدفاع لفريق نابولي سابقا. خيبري. سيكو فوفانا. غريبة. رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويس على الخط النهائي. ولو أن هنالك راية.
تعود بالصورة والصوت للزميل العزيز عبد العزيز البكر. إذا الردوة الجيدة المغربية في ضربة البداية، أكيد تعليمات المدربين جورج جيزوس ولويس كاسترو. كرة من ميشيل، مرتدة وثيع الفرصة، سافيتش ميلينكوفيتش السربي. التشكيلة الزرقاء لنادي الهلال، مخالفة ضد ماني اللي اعتمد على المرفق الأيمن. حراسة المرمى محمد العويس، مالكوم رائع الكرة، مالكوم يوزع كرة جول، كرة جول ميشيل ديلجادو. الهلال بنوره يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو. وحده الزعيم الأزرق، أجمل لونه ومع أقوى جنونه، هذا هو الهلال، حارق وهاج وفتاك ديلجادو كاس الشباب. الله 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 عليك يا هلالي، دائما في العلن بنجوم العالمية. سافيتش، مالكوم، ميشيل، الدوسري والبقية. على اليمين رونالدو، الاعتراف من علي البلي اللي عنده انذار، علي البلي عنده براسيدو. بروزوفيتش او أليكس تيس على طول لعويس حارس الامان، رائع في الميدان. بروزوفيتش، تاريسكا او رونالدو، قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس. حرب كبيرة في وسط الميدان، يقودها سافيتش، يقول له العب كرة خطيرة. تاليسكا، أندرسون، تاليسكا بطل الدور النهائي. لعويس مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا فاينل، بكل تأكيد افضل خلف ونصف المليون دولار. ماذا مالكوم، مالكوم، مالكوم ويدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد. الحمراء، الحمراء بالفار، تشيك ريد كارد. كرة النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكورة، هو رونالدو يعادل النتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر، عالمي، النصر يعود لتاريخ النصر. كرة من ريبان ميسا، ضربة جزاء، ضربة جزاء. ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء. رضوان جيد، كل اللاعبين في الانتظار. ما فماش ضربة جزاء، ليس هنالك ضربة جزاء. إذا النصر يبتعد عن مناطق الذل. معنوياً الآن رونالدو،
مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية رونالدو. ما زالت هلالية دوسري ريباس عالية وغريبة مرة أخرى عجيبة وغريبة. سافيتش يرتقي ميشيل يراوغ الكل يعطي لسافيتش مالكوم مرة أخرى مالكوم 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 والدفاع الدفاع النصراني يمضي ولا يبالي. إذا مشاهدينا الكرام رضوان جورن على نهاية المباراة بالتعادل أكيد ستكون لنا عودة مع ضربة بداية العالمي كريستيانو رونالدو. برازافيتش برازافيتش يوانسا كرة خطيرة كرة علي البنين علي البنين يخرج كرة بالشباك بطريقة عالمية أمام رونالدو. هذه الإعادة كونان أو غريب حذر رونالدو اللي حط الكرة بالشباك في خمس مباريات لحد الآن. تصوير من راي على علي البنين كمان جول غريبة كمان يضيع سيكو الراس رونالدو رونالدو فانا والترنادو رونالدو 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 هو الأسطورة هو ملك الكورة كريستيانو رونالدو. الفريق النصراوي طاير عالميا بنجوم الكبار رونالدو ماني فوفانا والبقيه. هذا هو رونالدو هذا رونالدو يا ناس واكبر قناص هو ملعب المدافعين. تركيز من نواف العقيدي ونهاية الفترة الأولى وفي مرة ثانية نفس اللاعب رونالدو يأتي الأسبقية للنصر العالمي بما فيهم رونالدو. صعود عبد الحميد تصوير صاروخية من صعود لكن بجانب الحارس نواف استماتة دفاعية نصراوية والمخالفة ضد رونالدو. يقاتل رونالدو وكأنه ابن العشرين